محمد شيحه اول ضيف معانا النهارده، والناس اللي طلبت ان انا ارجع فقره السلك العريان انا بعتذر لكم، انا بتاسف يا جماعه مش هرجع فقره السلك العريان، لان النهارده الاستاذ محمد شيحه هيبقى اول ضيف معانا، بس فقره جديده شويه اسمها مش قصدي اغيظك بس حط صياحك في الدرج، لان هو كله صياح ملوش لازمه. فالصياح اللي كان بيصيح الاستاذ محمد شيحه قبل ما اتكلم عليه وقبل ما نقلب على بعض المواجع كده واطلع لك شويه حاجات من الحاجات المدفوسه، يعني لو انت اول مره تشوف لي فيديو استاذ محمد شيحه فانا غاوي الحاجات دي، احب انا اقلب المواجع واطلع الحاجات القديمه، اسود شويه من جوه بعيد عنك، تعرف جمهور الاهلي مش حلو وبيكره الناس وكده. فخلينا اوريكم الاستاذ محمد شيحه مع الاستاذ خالد الغندور، عشان ما بقولش فطوطه وعشان الناس بتقعد تقول لي تنمر وكده، بس هو عامه زي ما في مثلا نقابه المهندسين، نقابه الاطباء، نقابه التجاريين، نقابه الصيادله، ايا كان، في نقابه الصيوحه، ودي نقابه الصيوحه النقيب بتاع الكابتن خالد الغندور. فخلينا اوريكم سياده النقيب، نقيب الصيوحه الكابتن خالد الغندور مع الاستاذ محمد شيحه، وهما الاثنين بيصيحوا مع بعض، ونرجع نكمل الكلام. لسه راجع من المباراه وانا في قمه الحزن والاسى من جماهير النادي الاهلي. يعني ايه كميه الكراهيه للاسماعيليه وللنادي الاسماعيلي ده؟ ايه اللي حصل؟ قول لي بالظبط اللي احنا سمعناه. ايه كم الاهانات وكم التجاوزات دي؟ ايه يا جماعه ده؟ ده المفروض ان انت راجل كسبان وبطل الدوري، انت تكرهني كده ليه؟ هو انا عملت لك ايه؟ ده انت صفيت فرقتي على مدار السنين. ده انت واخد كل حاجه على مدار السنين. انت عاوز ايه مني تاني؟ انت عاوز تقتلني؟ المنافسه مش كده، المنافسه اللي احنا عملناه واللي عمله اللي عمري بيه، ان احنا نسلم على بعض وشيك هاند. المنافسه لما بلعب مع الزمالك في الاسماعيليه وبيلعب معايا في القاهره. المنافسه لما بلعب مع الناس ويبقى في عداله تحكيميه، مش قهر تحكيمي. مش توفيق السيد مدوره على مزاجه. مش توفيق السيد محمد يوسف قتلني في ماتش المقاولين ما بيقعدوش لغايه دلوقتي. الناس المحترمه دي تطلع بيان ضد الجمهور اللي هم جابوا لهم عربيات عشان تيجي. لازم يطلعوا بيان ويشكروا. انا احكم في ماليه. إيه؟ انا احكم في ماليه وانا بقول لك اهو ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي اللي جاي لو رجاله اسماعيليه انا بطالب معالي وزير الداخليه ورئيس اتحاد الكوره ورئيس صفقه الانديه الاهلي لعيب في اسماعيليه زي ما الزمالك لعيب في اسماعيليه، واللي يجي مجلس اداره النادي الاسماعيلي رجاله يروح لوزير الداخليه كده. انا مش قلقان على النادي الاسماعيلي يا خالد. ليه مش قلقان؟ انا قلقان على الناس اللي بتحاول تقلل وتهين النادي الاسماعيلي الهرم الثالث بعد الزمالك. مخضوض من السباب من الشتام من الشتام اللي حصل. انا مش مخضوض يا باشا، انا من منطقه شعبيه الكلام ده عندي. لا انت مصدوم يعني. انا صعبان عليا ان هو يقول لك احنا نادي المبادئ ونادي القيم ونادي كذا وهو لا يطبق ادنى انواع المبادئ. طيب الاستاذ محمد شيحه هنا كان بيتكلم في ثلاث نقط، خلينا نمسك كل نقطه منهم ونركن له كل نقطه في الدرج جنب الصياح بتاعه، مفيش اي مشكله. النقطه الاولانيه يتكلم فيها وهو ايه كميه الكره دي وايه السباب الجماعي ده وايه اللي مش عارف ايه ده، وقعد يتكلم شويه ان هو مش عارف ليه جمهور الاهلي بيكره الاسماعيلي، وان هو ايه كميه السب دي، لدرجه ان الكابتن خالد الغندور قال له انت مخضوض من الشتيمه يعني. ففجاه تحول الاستاذ محمد شيحه قال له لا لا يا باشا، انا من منطقه شعبيه الكلام ده عندنا عادي زي الميه. كابتن شيحه عارف ان الشوارع المصريه عادي مليانه شتيمه ومليانه الكلام ده، والمدرجات المصريه مليانه الهتافات دي ومليانه عادي، بس هو حب يصيح. طيب ليه جمهور الاهلي بيكره الاسماعيلي؟ ده سؤال وجيه جدا، مع ان جمهور الاسماعيلي بيعامل جمهور الاهلي حلو جدا جدا جدا، لدرجه ان خلينا اوريك جمهور الاسماعيلي في الدور الاول عمل ايه في اتوبيس لجمهور الاهلي، ونرجع نكمل تاني. كفايه يا شيحه؟ لا، خلينا اوريك محمد شيحه من سنتين وهو على نجوم اف ام وهو بيتكلم على قد ايه جمهور الاسماعيلي بيحب جمهور الاهلي. جمهور الاسماعيلي لحد كبير ما بيحبش النادي الاهلي. جمهور الاسماعيلي ما بيحبش النادي الاهلي؟ اه لحد كبير. ده من زمان ولا الموضوع ده عشان الاهلي اخد لعيبه كتير من الاسماعيلي؟ من زمان، من ايام الحرب والحاجات اللي والله احنا بنسمع ما شفتش لكن بنسمع الكلام ده. طيب دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها استاذ محمد شيحه وهو العهر التحكيمي، ده على لسانه هو قال اللفظ ده كده، واتكلم ان التحكيم ظلمه في ماتش المقاولين. ماتش المقاولين ده الاسماعيلي خد فيه عقوبه بسبب الكلام اللي قاله محمد شيحه، ومحمد شيحه طلع اعتذر وقال انا اسف وانا اللي هتحمل العقوبه زي ما انتم شايفين كده، جاب ورا وقال ان هو كان غلط ونرفزه وبتاع، بس هو دلوقتي طبعا في المود يعني بتاع ان احنا مظلومين والحكام وكده، احسن نهبط ولا حاجه ويقولوا محمد شيحه مش هتبقى حلوه في حقي، فاحنا الحكام ومظلومين ويعني هنصيح مع بعض كلنا في قصه الحكام ما فيهاش اي مشكله. فالمهم ان الاستاذ محمد شيحه كان بيتكلم في العهر التحكيمي، ودي النقطه الثانيه اللي كان بيتكلم فيها. فخليني يا استاذ محمد اوريك المفاجاه القويه اللي ما حدش اتكلم فيها من امبارح، ان الناس كلها اتكلمت على كريم حسن شحاته وهو بيقول ان تواصلنا مع محمد حسن وقال ان الكوره جت في ايده، بعدين محمد حسن طلع كذب الموضوع، ومحمد عراقي طلع حكى قصه ان هو اللي مكلم محمد حسن في التليفون
ومحمد حسن قال له جت في ايدي بس واضح انه اتعرض لضغط ومش عارف ايه، وان هو لو كان قال لي الكلام ده مش للنشر ما كنتش هنشره بلا بلا بلا. بس كريم حسن شحاته طبعا الزملكاوي بيحاول يعمل بلبله طبعا عشان مصلحه النادي الاهلي وكل الكلام الحلو اللي انتوا عايزين تقولوه ده. خليني بقى اوريك مدرب الكوره في نادي الاسماعيلي الكابتن احمد العجوز في مداخله تليفونيه بعد الماتش قال ايه على لسان محمد حسن ونرجع تاني. يعني كابتن احمد، كابتن احمد على بعض الصفحات وبعض المواقع في كلام منسوب لمحمد حسن انه بيعترف ان الكوره جت في ايده، هل سالته هل الكلام ده صحيح اصلا ولا كلام خاطئ؟ يعني ممكن يكون اللي اتنشر كلام خاطئ يعني. انا سالته انما جت في ايده وجت في ايده، فاهم انت؟ جول برضو يعني الناس كلها شايفاه. هو انت لعيب يعني قصدك واحد انما ده ما بقاش عارف الدنيا فيها ايه. هو محمد كابتن احمد، هو محمد حسن قال لك جت في رجلي وبعد كده في ايدي. ايوه طيب دي بقى في قانون الكوره كله. يعني كابتن شيحه، كابتن شيحه شكلك بقى وحش قوي. كابتن شيحه لو تحب اقلب لك في تاريخك من اول ما كنت بتهاجم محمد ابو السعود ومن ايام الحمله اللي انت كنت عاملها في 2014 عشان انت نفسك علاء مبارك هو اللي يمسك النادي الاسماعيلي، ومن ايام المشاكل اللي انت دخلتها او تصريحاتك الكتير وانت بتقول ان الاسماعيلي مليان لعيبه كسر، او وانت بتقول ان الناس بتضر النادي الاسماعيلي، او انت بتهاجم حسني عبد ربه وبتقول ان واحد شايف نفسه ما بيحبش حد وبيهاجم كل رموز الاسماعيلي، او كل الحاجات اللي انت قلتها هجوما على الاسماعيلي، او ان الاسماعيلي ما فيهوش فلوس، او ان انت عايز حد، الكلمه اللي قلتها مع سيف زاهر، كان سيف زاهر قلت له احنا مش مهم الاسماعيلي يجي دلوقتي حد عنده فكر، احنا مهم دلوقتي عايزين حد معاه فلوس لان النادي ما فيهوش فلوس. كل المشاكل اللي انت بتقولها دي اللي هي مالهاش علاقه بالاهلي، وان الصياح واللي انت عمال تصيحه والاهلي الاهلي ده هنروح للنقطه الثالثه. بس كل الصياح اللي انت بتقوله ده لو حابب اقلب لك فيه انا ممكن اقلب لك فيه. انا بس هجيب لك حاجه صغيره دلوقتي، القضيه اللي اتقالت بتاعت واحد اسمه ميم شين وكيل لاعبين كان عنده قضيه مخله بالشرف خد فيها حكم. عيب كخ، ما نعملش كده يا شيحه. لا مش هفتح الحاجات دي، عيب يعني. كل واحد عنده اسرار وعنده حاجات زي كده، مش هينفع نتكلم طبعا في الحاجات دي او نتكلم ان القضيه دي جوز الست رفعها عليك وقال ان انت كنت صاحبه واستغليت فرصه ان هو مسافر ورحت بعت لها فيديوهات وحاجات قليله الادب بلس 18 فهو رفع عليك قضيه والقضيه هو كسبها وخد فيها حكم. لا مش هنتكلم في الحاجات دي، مش هينفع طبعا، عيب. خليني بقى نتكلم في النقطه الثالثه بتاعت هو الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلي. النقطة دي عملت لها فيديو مخصوص واتكلمنا في القصة دي، بس خلينا نتكلم في نقطة مهمة لأن النقطة دي عجبتني قوي انت بتقولها في الفيديو. ان انت بتقول دلوقتي ان انت مش هتحكم على مجلس إدارة الأهلي رغم ان انت اللي قلت بلسانك ان هم سلموا عليك وقالوا لك دي منافسة وبتاع، بس دي مش منافسة. وانا بقول لو مجلس الإدارة، لو مجلس الإدارة اللي جاي لو في رجالة مجلس إدارة الإسماعيلي يروحوا لوزير الداخلية ويقولوا له ان احنا عايزين نلعب ماتش الأهلي والإسماعيلي في الإسماعيلية. كابتن شيحه، مجلس الاداره اللي فات فعلا اللي حضرتك كنت نائب الرئيس بتاعه ما كانش فيه رجاله فما عرفوش يعملوا كده. انا متفق معاك جدا، ده رايك طبعا وانت حر فيه وانا حر برضو ان انا مصدقه، يعني انا مقتنع بالموضوع ده. بس انت عارف كويس ان في اول السنه دي، او لو انت ما تعرفش او عامل نفسك مش عارف او لو في حد ما يعرفش خلينا نعرفه عشان يبقى شكلك اوحش من ما هو وحش دلوقتي. خلينا نتكلم ان في اول السنه الاهلي خد موافقه امنيه انه يلعبكم في القاهره، وانتم ما عرفتوش تاخدوا موافقه امنيه ان انتم تلعبوا الاهلي في اسماعيليه. فالاهلي مشكورا عشان العداله وعشان الكلام ده كله قال لك خلاص طالما هنلعب الماتش اللي على الارض الاسماعيلي في برج العرب نلعب الماتش اللي على الارض الاهلي في برج العرب برضه. فلو انت بتتكلم على العداله احنا ما عندناش فيها اي مشكله. لو انت شايف ان الازمه ان انت مفروض تروح تجيب موافقه من الداخليه، لان خد بالك الموضوع ملوش علاقه باتحاد الكوره خالص، الموافقات الامنيه دي شغلانه من مجلس اداره النادي للامن. امين. فلو حضرتك، لا انت قلت ان انتوا مجلس الاداره فات مش رجاله، لو حضرتك شايف ان في رجاله ممكن يجوا يمسكوا مجلس اداره الاسماعيلي، ممكن ان شاء الله السنه الجايه يجيبوا موافقه ان احنا نلعب في الاسماعيلي واحنا كلنا ثقه في الامن وفي وزير الداخليه وكل الناس دي، لان احنا ما عندناش معاهم اي مشكله. ما تحاولش ترمي الموضوع في الحته دي يعني، فما عنديش مشكله. هات موافقه يا حبيبي ان احنا نلعب في الاسماعيلي، قال يعني لو لعبنا في الاسماعيلي مش هتهبطوا. كابتن شيحه، انتوا بتنافسوا على الهبوط يعني، انت لو فرضا هتلاعب الاهلي في الاسماعيلي هتبقى بتاكل على وشك من الناس دي كلها، وهيجي الاهلي في الاسماعيليه هتكسبه؟ وقعدت بقى تصيح وتقول اصل زمان وكنا مش بنعمل كده ومش عارف ايه. كابتن شيحه، لو فتحت بقك تاني انا ممكن اجيب لك تاريخك الاسود كله زي ما حكيت لك كده شويه حاجات خفيفه عنه. ممكن بقى نبتدي نتكلم في كل تصريحاتك بالتفصيل اللي انت كنت بتهاجم فيها الاسماعيلي، ونقول لك كمان ليه جمهور الاهلي ما بيحبكش انت بالذات من ايام صفقه جون انطوي لما طلعت مع خالد الغندور برضو، بس ما كانش لسه في قناه زمالك، وقعدت تقول له ان اللعيب لسه ما لبسش تيشيرت الاهلي، محدش عارف انا ممكن اعمل ايه، انا عارف امكانياتي كويس. انت طلعت بقك يا شيحه، بس انا مش بق، فانت لو فتحت بقك تاني الموضوع هيبقى وحش، فبلاش انا.